تجهيز الحقنه. اول حاجه بغسل ايدي طبعا بالميه والصابونه، ابتدي افتح السرنجه بتاعتي معقمه طبعا، وافتح ازازه البودره. هسحب من ازازه البودره مقدار هواء موازي للسائل اللي انا هحطه جوه البودره، يعني لو انا هحط 2 سنتي سائل جوه البودره ببتدي اسحب هواء من الازازه بمقدار 2 سنتي اللي هو اللي انا هحطه السائل اللي انا هضيفه للبودره.